رح نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم وخاصة لكل من مريض السكري ومريض القلب ومريض ارتفاع الضغط، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف المناعة. طبعا شو هي يمكن الأنماط الغذائية المناسبة لهم؟ شو هي الإجراءات الوقائية اللي ممكن يتبعوها؟ لليوم رح نتعرف على كل هالتفاصيل مع أخصائية التغذية إيفانا خضر اليوسف. صباح الصحة. صباح الخير، كيفك زينب؟ تمام، كيفك أنت مع الحجر وكل هالقصص؟ تمام الحمد لله، لهلا حاليا تمام. صباح الخير إيفانا. دائما لما عم نحكي عن فيروس كورونا وكيفية التصدي له عم نحكي عن كيف من قوي جهاز المناعة، لكن للأسف مرضى السكري دائما جهاز المناعة يمكن أضعف من غيرهم. خبرينا إيفانا ليش وكيف بيقدروا يقوي جهاز مناعتهم؟ هلا نحن ليش عنا مثل ما قلتي حضرتك انه جهاز المناعه للاشخاص اللي معهم سكري ضعيف؟ السبب كثير بسيط، نحن جسمنا مستوى السكر تبعنا ما هو طبيعي ونحن ما عم نعالجه، سواء هو بالارتفاع او بالهبوط، يعني هو عم يهبط ولا عم بيزيد، وما عم ناخذ ادويه وما عم نروح عند الدكاتره نحن تشوف لنا او تحل لنا اياه. فهذا الشيء شو رح يصير؟ جهاز المناعه بده يحارب هذا الشيء، بده يلتهي انه هو ينزل لنا المستوى اذا كان مرتفع للطبيعه او يرفعه اذا كان نازل. فهذا الالتهاء تبعه، انا شوي عم بحكي شوي عامي عشان يقدر انه ما لحق كثير مصطلحات طبيه عشان توصل الفكره صح، فانه نحن بده يلتهي الجهاز المناعي، عم بيحارب، عم بيحاول يصير طبيعي السكري، رح ينزل عنده كفاءه الجهاز المناعي، رح يصير معرضه للالتهابات، معرضه لاي فيروس حتى مو للكورونا ولا امراض السكر، واشخاص مصابين بمرض السكري دائما عندهم مشاكل صحيه غير السكري. هلا على القعده بالبيت او الحظر يمكن ايفانا كثير من النظام الغذائي تغير عند حتى المرضى، يعني بتلاقي دائما هي الثقافه انه خلينا عم نتسلى نقرمش ناكل اي شيء نخبص بالاكل، ما في نظام غذائي ثابت. فخلينا نعرف اليوم شو الاخطاء اللي ممكن يوقعوا فيها وتقلل من مناعتهم، شو الممنوع وشو المسموح لهدول المرضى. هلا تمام، اول شيء هن لازم يواظبوا على الادويه، تمام، اذا ما انا عم باخذ ادويه روح عند دكتور يكشف علي يعطيني الادويه بالوقت وبالكميه المحدده. ثاني شيء لازم يكون غذائهم متوازن. شو بقصد بالغذاء المتوازن؟ يعني بيكون العناصر الغذائيه موجوده في الكامل، النشويات بدهم شوي يتأنوا من الكمية لأنه عندهم مشكلة بالكربوهيدرات كمقاومة أنسولين. طبعا كثير مهم يتناولوا البروتين بكميات كبيرة، ليش؟ لأنه البروتين هو أساس بيعمل الأجسام المضادة اللي بتقوي الجهاز المناعي. نحن معناتها البروتين وين بنلاقي؟ بالبيض، باللبنه، بالمشتقات الالبان والاجبان، بالحليب، باللحوم، بالبقوليات طبعا، وفي بكميه كبيره بالافوكادو. هلا بالنسبه للفيتامينات فهي كمان مصدر قوي لتقويه جهاز المناعه، اللي هو فيتامين سي، فيتامينات الاي والدي والاي والكي اللي هي مضادات اكسده عاليه، هاي كلها بتلاقيها بالخضار بالفواكه بكميات كبيره، وهلا جايين على صيف فكلها موجوده رح تكون. عندهم كثير مهم انه هن الستريس، الستريس بدهم يبتعدوا عنه. ليش؟ متى ما نحن عندي ستريس وضغط حياة نفسي رح يصير عندي هبوط بالمستوى او ارتفاع بمستوى السكر، هذا الشيء رح يؤدي مثل ما قلت اول حلقه انه رح يلتهي الجهاز المناعي انه يحارب لحتى يرجع للشيء الطبيعي. واخر شغله واللي هي كثير مهمه النوم، يعني لازم ياخذ مثل ما قلت قسط كافي من النوم. ليش؟ لانه الهرمون الكورتيزون هو مضاد التهاب اساسي بجسم الانسان وبيقوي او بيزيد من كفاءه الجهاز المناعي، سوري. فهذا الشيء شو بيعمل؟ ما بينشط الكورتيزون غير بالليل، فنحن لازم ننام بالليل لحتى تصير الجهاز المناعي تبعنا قوي. كثير حلو إيفانا. غير مرضى السكر كمان مرضى القلب يلي هن تخوفوا كمان بنفس الدرجة ومعهم حق، كمان في ضعف بجهاز المناعة عندهم. خبرينا أكثر مرضى القلب شو هو أفضل نشاط ممكن يقوموا فيه إن كان من ناحية التغذية، أسلوب الحياة، النوم، كل شيء. هلا الاول بس لاقول انه ليش سبب انه كمان جهاز المناعي ضعيف طبعا. هلا امراض القلب كلها معروفه شويه، بس اكثر مرض هو يوجوال، يعني هو جنرال عام والناس كثير تنصاب فيه، هي التهاب الشريان التاجي. طب هذا التهاب الشريان التاجي شلون بصير؟ نحن اوكي بصير عندنا ترسب للكوليسترول على الشريان او جدار الشريان، بصير عندنا نحن مشكله بالالتهاب بالشريان. شو راح يعمل الجسم؟ بده يروح يحارب الالتهاب ويعالجه، دغري بتنزل كفاءه الجهاز المناعي، هون فهو معرض لانه ينصاب لاي فيروس ومنه الكورونا. طب نحن شو لازم نعمل لنحمي حالنا؟ كمان الادويه لازم كثير نحن نحاول ناخذها بوقتها وبانتظام، الكوليسترول ما لازم يرتفع عندنا، السكري ما لازم يرتفع عندنا، ضبط مثلا حتى الوزن تبعه. هلا الوزن هو بيعمل لك ارتفاع سكري، ارتفاع كوليسترول، ارتفاع شحوم، وارتفاع بضغط الدم، معناتها انا عندي مشكله بالوزن، اذا عندي زياده وزن لازم ننزلها. كيف ننزل زياده الوزن؟ كثير سهله، انه نحن خمس وجبات باليوم
الخضار والفواكه لازم تكون أساسية عندي مثل ما قلت، لأنه فيها مضادات أكسدة وهذا بيقوي الجهاز المناعي. الفطور ما لازم أبدا نحن نلغيه، لأنه أول شيء الفطور بيعطيك الطاقة اللي أنت بحاجة لها، وبتاخذي كل اللي ببلش جسمك ياخذ المصادر الغذائية اللي أنت بحاجة لها. الرياضة كثير مهمة بالنسبة لأشخاص اللي معهم قلب، ولو نص ساعة على مو فرد مرة، أحيانا كبار بالعمر ما بدهم يلعبوا نص ساعة كثير، فنحن نقدر نقسمها خلال النهار. كثير مهم يتناول السيلينيوم، السيلينيوم موجود بزيت الزيتون وهو اساس لانه رفع كفاءة الجهاز المناعي. نعم، خلينا كمان نحكي عن ارتفاع الضغط، يعني كثير من العالم بيعانوا من ارتفاع الضغط، وكثير من العالم يمكن بتحب الاكلات المالحه او بتتعرض لستريس مثل ما قلتي، خاصه بهالظروف اللي نحن اللي عم نعيشها، كمان كيف ممكن يحموا حالهم بهالاجواء؟ هلا بالنسبه للاشخاص اللي معهم ضغط للاسف الشديد، هلا نفترض هني ما بياخذوا ادويه، فنفس السبب الجهاز بده يلتهي بتظبيط الضغط تبعه. بس المشكله الاشخاص اللي بياخذوا الدواء، في مركب الدواء تبع الضغط اللي هو اسمه ACE2، هو المركب هذا هو اللي بيؤدي لضعف جهاز المناعه، هو اساس انه بياثر وبيضربه لجهاز المناعه وبيؤدي لقله بالكفاءه تبعته. مضطرين ياخذوه. طيب انا بما اني مضطر اخذه، شو لازم شو بعمل لحتى هذا اكثر واحد لازم يقعد بالبيت؟ تماما، هذا هو اول شيء انه هو عدم الاختلاط، التعقيم الدائم للاسطح، تغسيل الايدين بشكل دائم لانه ممكن ينصاب باي فيروس مو بس الكورونا. لازم دائما الخبز محل الخبز الابيض يتناول الخبز الحبوب الكامله او الاسمر لانه بيفيده. اذا في عندنا زيادة وزن بده ينزلها، وكثير مهم يواظب على الأدوية أكيد الدواء تبعه بوقته. وبالنسبة للمالح ممنوع يتناول الخضار والفواكه كمان مثل السابق، مثل ما ذكرت سابقا، ووجباته تكون متكررة كل ساعتين لثلاث ساعات، صار ما يصير عنده هبوط سكري يؤدي لهبوط ضغط أو متواصلين مع بعض. تمام إيفانا، يعني الله يبعد المرض عن كل الأشخاص. في أشخاص أصحاء بهذا الحجر بلشت عنده مشاكل بزيادة الوزن، ولما بيخلص الحجر ما بنعرف لوين بنكون وصلنا. اليوم كيف بتنصحي هدول الأشخاص الأصحاء يلي ما عم بيعانوا من أي مرض يتناولوا الوجبات يلي فيها يمكن الفيتامينات كلياتها المطلوبة، ولكن بيبتعدوا شوي عن هي زيادة الوزن بهي الفترات الطويلة اللي نحن قاعدين فيها بالبيت؟ أول شيء غيروا طريقة الطبخ اللي عم يطبخوها، بدل ما أنا أستخدم القلي ممكن أستخدم الشوي، البخار، بالفرن، السلق إذا بفضلوا السلق. بالنسبة مثلا للكميات الخبز بدها تتقلل، بدل ما آكل أنا رغيفين ثلاثة، يعني آكل رغيف أسمري الصبح بكفي. الفطور لازم يكون كله حواضر، والعشاء حواضر، والغدا يكون هو طبخ البيض مثل ما قلت، بس يخففوا كمية الدهن. هلا ولا بد ان يبلشوا مثلا بزيت الزيتون. ليش زيت الزيتون نحن بنفضله؟ مو لانه هو مثلا سعراته حراريه اقل، كل الزيوت هي سعرات الحراريه نفسها، بس لانه هو صح اكثر، لان الدهون تبعه مفيده. تمام، تحترق بطريقه السكر مثلا، محل السكر ما لازم يتناول السكر، في يتناول التمر، ممكن يعملوا الحلويات بالتمر، يستخدموا الفانيليا، حتى ما يجيبوا سكر اسمر، نفس السكر الابيض هو بس هو مكرمل زياده. بالنسبه للخضار والفواكه لازم يكون شيء طبيعي، يعني 5 مرات باليوم ياكل فواكه، 5 حصص، ممكن بهال5 حصص يوزعهم يا على 5 مرات يا على 3 مرات. الفواكه كثير مهمه كوجبات خفيفه، ممكن ياكل مكسرات كوجبات خفيفه، مكسرات نيه اكيد. شاي اخضر مع شوكولا سودا، الشوفان هلا كثير دارج من الناس كثير مهم، فهو الشوفان كثير مفيد لاول شيء جهاز المناعي، وبنفس الوقت هو بشبع. فبهدول الشغلات اذا بغير بس روتين حياته، واهم شيء ما عم تقدر تطلع من البيت، الرياضه كثير مهمه ولو نص ساعه، ونشرب كل يوم 7 ل8 كاسات مي، شيء اساسي هذا. طيب في يمكن كثير من الاسئله بتوصلك ايفانا، اكثر الاسئله اللي هيك انت اليوم حابه تجاوبي عنها على الهواء، وخاصه عن يمكن خلينا نقول التوتر اللي عم يعمل جوع او اللي عم يعمل اضطراب بالنوم، حتى عم لاقي في ما في نظام ابدا صار عند اي حدا، فشو بتحبي تقولي لكل العالم اللي تخربط نظام الحياتي كله؟ هلا بما انه انت كلنا عم نسهر بالليل مبدئيا وعم ننام طول النهار، هلا جاي رمضان يعني كمان نضل على نفس السيستم، برجع بقول بس غيروا طريقه الاكل. تمام، وبليز وعددوا الوجبات، كل ما عددنا الوجبات ما راح نجوع، واهم شيء الفطور، متى ما بلشنا بالفطور راح يكون نظام الغذائي تبعي، حتى لو جعت بعد ساعتين باكل وجبه خفيفه ما انا مشكله، او بعد ساعتين برجع بتغدى. انا بفضل حاليا هنين انه وقفوا الاكل على 8
تمام. فينا بالليل نشرب اللي بدنا اياه شغلات سخنه، واذا كثير جعنا فينا ناكل الخضار باي نوع من انواع السلطات، بس اكيد مو سيزر سلطه، هدول سلطات فيهم مايونيز، سلطات يعني الصحيه كنا بنعرفها. ما يسمعوا عن النت لا الاخبار ولا التوتر، يعني هن ياخذوا مصدر واحد موثوق يكون بهذا الشيء. كثير مهم انه هن التوتر هذا بيخلي الواحد ياكل نشويات زياده، الحزن بيخلي الشخص يشرب ياكل حلو زياده، هدول اوكي كله حلو، بس شو الحلو؟ حلو اعملوه بالبيت، اعملوه طبيعي، قللوا الكميه. النشويات نحن ناخذ خبز اسمر، ناكل رز اكيد، ناكل برغل، ناكل فريكه، بس نصغر الكميه. يعني خلينا نحن شوي نعمل كنترول على حالنا بدل ما ناكل استحنل هيك. تمام ناكل تمام نصغر الكميه، متى ما صغرنا الكميه معناتها انت رح تاكلي كميه. دائما بلش مي، سلطه والوجبه الاساسيه. تمام إيفانا، يعني لك شكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها هون. خلينا نعيش حياتنا بنظام رغم هاي الفوضى شويه اللي عم نشوفها، مثل ما قلت زي ممكن بروتين الحياه، بنومنا، باكلنا، بفائتنا. معلش خلينا نضبط حالنا اكثر وشويه نظام لنحافظ على صحتنا. شكرا إيفانا، تضلوا بخير يا رب. شكرا لك إيفانا، واكيد دائما في عنا اسئله ورح تجاوبين عليها بحلقات قادمه لكل اللي عم يسالنا وعم يبعث لنا على صفحتنا. شكرا لوجودك معنا، يعطيك الف عافيه. شكرا.